تلقى الأطفال أساليب تربوية جيدة من الأهل، فتكون العلاقة صحية بين الطرفين ولا تعرضهم للخطر في المستقبل. بحسب خبراء، فإن سلوكيات الوالدين الخاطئة والسلبية فقد تؤثر على الأبناء في المستقبل وتضعف من شخصياتهم وتجعلهم أكثر عرضة للاكتئاب والقلق والعدوانية. تربية الأطفال ليست بالأمر السهل، فإما أن تكون صحيحة وسليمة وإما أن تكون فاشلة، تنتج عنها سلبيات بسبب عدم قدرة الوالدين على تأدية واجبهما على أكمل وجه. فبحسب خبراء، يجب اتباع أسس التربية الإيجابية، إذ يجب اتباع أسلوب يحترم شخصية الطفل والانتباه على السلوكيات الحسنة، مثل أن يرتدي ملابسه وحده وأن يتعاون مع أخيه ويجمع ألعابه ويساعد أمه في ترتيب غرفته. والتركيز على اختيار الآباء الكلمات المناسبة التي لا تلحق بالأطفال أذىً عاطفياً أو معنوياً ولا تقلل من ثقتهم بأنفسهم، بل تعزز إيمانهم بقدراتهم وقيمهم الذاتية. أما بخصوص الآباء والأمهات الذين اعتادوا استخدام أساليب التوبيخ والانتقاد والصراخ لتصحيح أخطاء أطفالهم، فيجب عليهم التوقف حالاً واستخدام أساليب الثناء والتشجيع للأعمال الجيدة. كما أن وضع الحدود الواضحة يشعر الطفل بالأمان، فلا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة. وكذلك يركز الخبراء على أسلوب التربية بالثواب والعقاب بعيداً عن المبالغة، فعند قيام الطفل بسلوك حميد يقرر الوالدان تعزيزه بالحلوى أو التنزه أو شراء لعبة، وفي حالة قيامه بسلوك خاطئ يتم حرمانه من شيء يحبه كثيراً أو بعدم خروجه كنوع من العقاب. ومن المهم جدا الاستماع والإنصات لمشاكل الطفل وتعليمه مهارات حل المشاكل والتعاون معه عن طريق طرح الأسئلة لإيجاد حلول لمشكلاته. هذا الأمر يرسخ الثقة بقدرته على تجاوز الأزمات على المدى البعيد. سنتحدث بشكل موسع حول هذا الموضوع معنا المستشارة التربوية الدكتورة حنان العمري. صباح الخير لك دكتورة، أهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. استمعنا لهذا التقرير والحديث حول الممارسات السلبية والإيجابية من الأهالي تجاه الأطفال. في مجتمعنا الأردني اليوم أيهما أكثر، الممارسات الإيجابية أم الممارسات السلبية من الآباء لأطفالهم؟ تمام. بداية بدي اسمح لي أني أهنئ جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا بزواج ولي العهد الأمير حسين والأميرة رجوة. سؤالك يعني بعتبره يعني سؤال يضع إيدينا على بعض الأمور التي تحتاج إلى الاهتمام بشكل معين أو بشكل آخر. الأطفال محتاجين منا العناية، الاهتمام، التربية، التنشئة في أجواء فيها كثير من المحبة، من الود، وأيضا فيها ضبط ووضوح لتوقعاتنا، وضوح لما هي المعايير اللي ممكن إحنا نمشي فيها في تنشئتهم. هل إحنا في مجتمعنا ماشيين بالمجد زي ما تفضلت أو سألت، تسود السلوكيات الإيجابية أم السلبية؟ أنا بشوف بشكل عام في هناك تحسن وتقدم فيما يتعلق بتنشئة الأطفال، لأنه صار في هناك وعي أكثر بالنسبة لاحتياجات الأطفال بشكل عام بمراحلهم العمرية المختلفة، سواء كانت يعني مراحل عمرية مبكرة أو فيما بعد في مراحل المراهقة والطفولة المتأخرة. نعم. فأنا أرى أنه بشكل عام صار في هناك درجة من الوعي. طيب. مع وجود، أنت يعني بدي أركز عليها، مع وجود بعض الممارسات السلبية التي ما زالت. طيب، ما أنك تتحدثي عن هناك تحسن. نعم. في إدارة العلاقة، صح التعبير، بين الآباء والأبناء، وهذا جاء بسبب زيادة الوعي. نعم. نطرح سؤال، كيف جاء هذا الوعي؟ أو كيف ارتفع منسوب الوعي بالنسبة للأهالي؟ بالتأكيد منسوب الوعي عوامل مختلفة ساهمت فيه. يعني أول شيء تعليم الأهل، التعليم في المجتمع بشكل عام. أمر ثاني، ما يقوم فيه المؤسسات المختلفة في المجتمع، سواء مؤسسات إعلامية، مؤسسات دينية، مؤسسات تعليمية، على أهمية التركيز على تنشئة الطفولة بشكل جيد، على أهمية أنه إحنا إشباع احتياجات الأطفال والأبناء سواء كانت جسدية
أو نفسية أو سلوكية بشكل عام. فإحنا لم نعد فقط يعني نركز على فقط تلبية الاحتياجات الجسمية على حساب الاحتياجات العاطفية والنفسية بالنسبة للأطفال. صار أيضا في هناك اهتمام لدى الأهل فيني أنشئ ابني بشكل جيد، أيضا يكون منتج فيما بعد في المجتمع، وأيضا أنه يكون في هناك إشباع لاحتياجاته زي ما حكينا بشكل عام، سواء كان من قبل الأباء أو من قبل مقدمي الرعاية. فأكيد في هناك تقدم وتغير، لكن أنا كمان بدي أحكي يعني إحنا بالمجمل بثقافتنا العربية والإسلامية إحنا أيضا منركز على موضوع التنشئة بشكل إيجابي، خلينا نحكي، وبشكل بعيد قدر الإمكان عن الحرمان، بعيد قدر الإمكان عن العقوبات وعن السلوكات السلبية والتربية السلبية اللي ممكن تأثر فيما بعد على شخصية الأطفال. فيعني إحنا عندنا الموروث الثقافي الاجتماعي الجيد، لكن كيفية استخدامه من قبل الأهل أحياناً بيكون مش بطريقة صح، لأنه في أحياناً أهل يروا أنه هذا الطفل هو ملك لهم، بالتالي هم يريدوا تشكيله كما يريدون، وهذا هو مش صح. طيب بهاي النقطة يعني دكتورة، كثير من الأهالي بقولك أنا إذا رخيت الحبل بشكل مطلق أنا مستقبلاً ببطل إلي كلمة على الولد، أو ببطل أمون على الولد، أو الولد ببطل يسمع كلامي. فلذلك بتشوفي في جانب من التهديد، الوعيد، العقاب، الحرمان، وكثير من الأمور اللي هي تعتبر في كثير من الأوقات هي سلوكيات غير سليمة تعود بالضرر على شخصية الأطفال. كيف من الممكن للآباء ولأولياء الأمور أن يعملوا على عملية موازنة ما بين بقاء الاحترام وسماع الكلمة والمونة إن صح التعبير، وعدم وجود الممارسات الخاطئة بالتهديد والوعيد والحرمان وما إلى ذلك؟ هون بنرجع لوعي الآباء والأمهات بشكل عام على قضية تنشئة الأطفال، هي أولا. الأمر الآخر، صارت في هناك اتجاهات حديثة في موضوع التربية وتنشئة الأطفال وتقديم الرعاية لهم، وواحدة من هاي الاتجاهات اللي بنسميها التربية الإيجابية في الدنيا موجودة هي من زمان، من سابق العهود، لكن أصبح عليها بعض التركيز لاحقا، إنه الحدود واضحة بالنسبة للأبناء فيما يتعلق بالضوابط كما تفضلت، هي أولا. أمر آخر، ماذا نريد من الابن في مراحل عمرية معينة أيضا هو واضح، وأيضا في موضوع كتير مهم هو التفاعل والتواصل بالشكل الإيجابي مع وجود الحب والدفء ما بين الأهل والابن. كمان في أمر مهم، إنه الأهل لابد أن يقدموا نموذج إيجابي للأبناء حول ما نريد تعليمه. يعني أنت بدك تعلمه الصدق، ما بصير أنت تكون صح غير صادق. بالعكس غير صادق، بدك تعلمه قيمة الـ أي قيمة إيجابية موجودة بالمجتمع، ما بصير أنت تقدم نموذج أيضا غير جيد للأبناء. فهون الأهل هم المثال الإيجابي الذي يمكن أن يحتذى به من قبل الأبناء. بعد الأهل ننتقل لمؤسسة ثانية هي مؤسسة المدرسة، وأيضا تتدخل هون في عوامل مختلفة في تنشئة الابن فيما يتعلق بالتعليم، بالمنهاج، بدور المعلم، بوجود نموذج إيجابي أيضا من المعلمين للأبناء. لكن أنا اللي بدي يعني أركز عليه الحوار المفتوح بين الأهل وبين الابن جدا مهم في كافة المراحل العمرية، بغض النظر عن طبيعة هذا الحوار، لأنه بيختلف من مرحلة عمرية من الصغر إلى آخره. هذا أمر. الأمر الآخر، أنه وجود بعض يعني مساعدة وتقديم المساعدة أيضا في تنشئة، في أنه ينمو هذا الطفل بشكل إيجابي زي ما حكينا، من ناحية عقلية، من ناحية نفسية، من ناحية عاطفية. فقضية أنه كثير من الأهل هم بيستعملوا كيف بدي أضع ضوابط وأخلي الأمور هيك، إحنا ما بنحكي أن نترك طيب. الأمور مفتوحة. خليني أرجع لكلمة مهمة اللي أشرت إليها، وهي الحوار نعم. بين الآباء
أو بين الأبناء والآباء إن صح التعبير، لأنه اليوم بتشوف الطفل أو الشاب بده يجي يحكي مع أبوه بخاف من ردة الفعل على سبيل المثال إذا كان هناك خطأ معين أو كان هناك موضوع يعني حساس نوعا ما، بقول لك تجاوز الخطوط الحمراء في علاقته معي، وهذا يدفع الأطفال أو يدفع الشباب على وجه الخصوص باللجوء إلى مصادر أخرى حتى تسمعه مثل الأصدقاء، وقد تستغل هذه الشكوى أو هذه الفضفضة إن صح التعبير في لغتنا العامية بطريقة غير سليمة وغير حميدة. كيف من الممكن بناء بيئة حوارية مفتوحة بين الآباء والأبناء حتى تكون كل الأمور داخل الأسرة وعدم اللجوء إلى مصادر أخرى تستغل بطريقة غير صحيحة؟ سؤال جيد جدا. يعني حتى أبني بيئة حوارية مفتوحة سواء في المنزل أو في أي بيئة أخرى، لازم يكون عندي أنا قناعة الشخص الرئيسي في وجود الحوار، في لابد من أنه يكون في هناك تواصل، لابد أنه يكون في هناك ردات فعل متناسبة، والحدث أو خلينا نحكي الخبر زي ما تفضلت فيما يتعلق بالأبناء للأهل. دائما إذا وضعوا الأهل في بالهم أنه إحنا نستمع وننصت للأبناء بالشكل الجيد ونعطي الإرشادات وليس الأوامر والمقارنات والمقارنات الأمر مزعج عند يعني الشباب اليوم، يعني هاي طويلة عريضة إذا بدنا نبدأ فيها، هذا يبدأ من عند الأهل، وبالتالي إذا كانوا زي ما حكينا الأهل كانوا نموذج جيد في هذا الحكي وردات فعلهم هي إيجابية في تقبل. إن الابن لما بيجي بيحكي للأهل موضوع معين خاصة في مراحل العمر اللي بتصير في المراهقة أو حتى في الطفولة وشو بيفكر فيه وكيف ممكن إنه يعني يحل مشكلات معينة خاصة باللعب بالمدرسة بتعامله مع أصدقائه، في تساؤلات معينة حتى نأخذ ويأخذ أبنائنا المعلومات الإيجابية الصحيحة، إحنا كأهل لازم ندرب حالنا على طريقة الحوار الإيجابي وطريقة الحوار اللي فيه درجة عالية من التفهم ودرجة عالية خلينا نحكي من التواصل والأخذ والعطاء بشكل جيد. أما أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث وعلى تواجدك اليوم معنا في صباح المملكة، المستشارة التربوية الدكتورة حنان العمري، شكرا لك، شكرا لتواجدك. شكرا.